حلم إسرائيل إن إحنا ننشغل بهمومنا الداخلية وندخل في صراعات بينية بينية يعني بيننا وبين بعض، فهي ترفرف بقى في عنان السماء وإحنا عمالين نتقاتل مع بعض بين الحفر. إنما غلطوا غلطة أتمنى إن إحنا نستفيد منها، ألا وهي إن هم خلونا بدرجات متفاوتة نبص مرة تانية لما يحدث في واحدة من أهم بقاع الأرض بالنسبة لنا كمصريين كعرب كمسلمين حتى وكمسيحيين. منطقة الأقصى بيحدث فيها اليوم حاجة بقالها كتير ما حصلتش، ويبدو انه مفيش تنظيم بيدير المشهد الفلسطيني، يعني هي اقرب الى انتفاضة 87، معرفش احسن انتفاضة ولا لا، بس هي على الاقل الجموع الشعب والشباب بالذات بقوا بالنسبة لهم قضية الدفاع عن الاقصى هي القضية رقم واحد. يسعدني ان يكون معي معالي السفير ابراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الاسبق علشان نفهم منه ما الذي يحدث في القدس الان. مساء الخير معالي السفير. مساء الخير بيك. قراءة حضرتك للمشهد يا فندم. والله يا قراءة محزنة الحقيقة. نعم. لأن اللي بيحدث الآن أن إسرائيل لا تفوت إطلاقا أي فرصة إلا أن تكسب منها مكاسب سياسية وواقعية على أرض الواقع. فهي النهاردة يعني عندما يحدث هذا التمزق الحادث العالم العربي ونضيف إليه أيضا ما حدث مؤخرا بشأن قطر، وان واضح ان في مظاهر عداء بين العرب بعضهم البعض تزيد وتكون هنا وهناك، فلا ليس من المانع لدى اسرائيل اطلاقا الا ان تستغل هذه الفرصه. دي نقطه اولى، يعني انها تستغل دائما اي فرصه لكي تؤدي الى حصول على مكاسب، لان النهارده في مشروعات اقرتها الحكومه الاسرائيليه 1200 وحده سكنيه جديده. نعم. تم تفصل بين رام الله و القدس. نعم. فهذا امر خطير. نعم. وكانها ضمنا يعني كان التشبيه للصدوم مره صعبه ورقات قال لك احنا بنتفاوض على قطعه بيتزا وانت عملت كله واحنا بنتكلم، فانتبه لحالي بقى احنا بنتفاوض على ايه؟ التفاوض ملوش اي معنى. نعم. انما هو استغلال الوقت لان يجي وقت هم يقدرونه، يعني لازم ننتبه لهذا. الوقت الذي يحدث فيه التفاوض والوصول الى نقطه معينه من التفاوض هو وقت هم يحددونه وليس نحن. نعم. وليس الفلسطينيين اقصد. ويجي بعدها يقول لك خلاص بقى كفايه عليكم ربع الضفه. لما هو يقول الموجود النهارده ايه؟ ما هو الموجود النهارده بعد ما يعمل السلطنات هنا وهنا وهنا يوصلهم ببعض ويقول لك عباره كردون امني. تعالى بقى خلاص ناخد بقى ناخد الايه؟ اللي هو بعيد عن هذه، لان دي خلاص اصبحت جزء من اسرائيل. نعم. وقرارات الكنيست بالفعل ماشيه في السكه دي. هي ده الخطر اللي يجب ان ننتبه اليه جميعا. البعض الفلسطينيين بيقولوا انه ما حدث يعني خلال الخمس ايام اللي فاتوا ما هواش مفصول عن تطور تاريخي لمحاولة إسرائيل إنها تقتحم المسجد الأقصى وإنها تفرض سيطرتها عليه. الموضوع ده ماشي بس بقوة متفاوتة أو يعني بوتيرة متفاوتة منذ عام 1969. 69 لازم نلاحظ هذا. 69 يعني كام سنة؟ يعني النهاردة 36 سنة. المسألة مش هزار. 46 سنة أقصد. عفوا 46 سنة أقصد. هذا عمر تاني. 48 سنة. تمام. يعني تاريخية يعني. طب هم فندم مش متخيلين. وتيرة متفاوتة تقدرها إسرائيل للأسف. والفلسطينيين مش فاضيين لكده. ده أنا لابد أن ألوم على نفسنا. هم ليس ده وقت لمتابعة هذه الخطة الخبيثة الطويلة المدى. طويلة المدى. السفير إن إحنا أصبنا بداء الفرقة. يعني العراق فيها مشاكل، سوريا فيها مشاكل، فلسطين فيها مشاكل. النهارده فيها فرقه بعد ما حدث ان واحد جه فرقهم، انما الفلسطينيين فرقوا نفسهم بايديهم واستمعوا برضو ايضا الى ايادي خارجيه. يعني النهارده موضوع غزه وموضوع حماس واتصالهم باسرائيل والى اخره والانقسام والبعد، وبنتكلم عن دولتين فلسطينيتين، دوله اسرائيل ودوله فلسطينيه، وفي حين ان حماس بتتكلم عن ولايه اسلاميه. صحيح. يبقى احنا بنتكلم على انهي فلسطين فيهم؟ يعني النهارده هل الرئيس محمود عباس رئيس كل فلسطين؟ لا.
طيب ما هذا يؤدي الى ان احنا بنتكلم على دولتين. انهي دولتين؟ هل يرتضي الفلسطينيين ان يكون الضفه الغربيه فقط هي الدوله؟ طبعا لا. احنا هيكون عندنا اجتماع لمندوبي الدول العربية في جامعة الدول العربية قريبا، يمكن بكرة او بعد. تفتكر حضرتك هيطلع حاجة تانية غير مجرد الشجب والتنديد ولا؟ والله هو للأسف، للأسف ما هو اصل يعني عوامل، يعني لماذا وانا رجل دبلوماسي لماذا الشجب والتنديد والى اخره؟ لان لا تساندني قوة استند اليها واقول نعمل ونسوي. نعم. فبالتالي ما لا املك الا ان انا اقول هذا املا في ان انا اكون راي عام يصلح لان يكون يعني يسوي هذا النزاع القائم بين اهل الضفه الغربيه واهل غزه. نعم. لابد ان يسوى هذا اولا. ما اعرفش برضه هذه من المفارقات الغريبه ان عندي مشكله واتركها قائمه وكانه لا توجد مشكله. عندنا من هذا النوع من الفكر في الثقافه بتاعتنا كلنا ان توجد مشكله. نعم. وهي راي العين. نعم. ولكن انشغل عنها بما باشياء اخرى اراها انا انها هي دي الـ الـ والانقسام الفلسطيني اصبح حجه بتستخدمها اصبح حجه بتستخدمها. انا مش عارف اتفاوض مع مين؟ مع انتوا مين؟ بقول لسيادتك النهارده هل يمكن التفاوض على ان ما تقبله الضفه الغربيه؟ لان حماس بتقول لك انا مش بتفاوض. نعم صحيح. وحماس بقى ونتكلم على علاقه حماس باسرائيل ده موضوع كبير. نعم. لابد يتعدوا قعدة. لابد في تقدير الشخصي لابد يتعدوا قعدة واثنين وعشرة نوصل لحل هذا الموضوع عشان نعرف نشتغل في بيت الموضوع. طب معلش سفير استاذ حضرتك هنطلع فاصل سريع وبعد الفاصل هسأل حضرتك لأي طب. مدى هناك إمكانية أن تتطور الأوضاع لأن تصبح هناك انتفاضة ثالثة؟ لأنه نفس المقدمات بتاعت الانتفاضتين اللي قبل من كده موجودة. لا يوجد حد بيدوس على زرار الانتفاضه فيحصل انتفاضه، لا. وانما هناك سيل من الفلسطينيين بالذات الشباب بيقرروا ان هم يدافعوا عن قضيه وطنيه بيبقى جزء منها احتجاج. طبعا الاحتلال ده رقم واحد، واثنين احتجاج حتى على التنظيمات اللي تتصارع فيما بينها مبتعده عن المشاكل اليوميه لاهلنا في فلسطين. فاصل ونرجع نكمل نقاشنا مع معالي السفير ابراهيم الشوري. لا يزال الحوار موصولا مع معالي السفير إبراهيم الشويمي حول ما يحدث في الأقصى وما يحدث في القدس وما يحدث في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين. معالي السفير، هل من الممكن أن تتطور الأوضاع لكي نكون أمام انتفاضة فلسطينية ثالثة؟ هو هذا الموضوع ممكن مفترض أنه ممكن يحدث، إنما أنا يهمني أكتر إن لو الاتصال بين ما يمكن أن يحدث من انتفاضة والقيادة الفلسطينية لكي نستفيد منه بقيمة معينة، يعني يبقى في منه مخرجات تضغط على إسرائيل. الانتفاضة نفسها لا تؤدي إلى المعنى المطلوب من الضغط على إسرائيل. لا بد من أن هذه الانتفاضة يكون يستفيد بالقيادة الفلسطينية تكون تستفيد منها لتحقيق أشياء. يعني لماذا النهاردة لا يتم الإسراع بشكوى إسرائيل إلى حقوق الإنسان في جنيف؟ لماذا لا يتم تقديم شكوى إلى مجلس العام؟ لماذا لا يتم الاتصال بالجمعية العامة للأمم المتحدة؟ كل هذه أمور ضاغطة. لابد الاتحاد الأوروبي إلى آخره. لابد حملة، طالما أن إسرائيل تقوم بحملة لماذا لا نقوم نحن بحملة؟ يعني هذا امر مهم جدا جدا، يعني انما النهارده نقوم بانتفاضه ولا يكون لها الاثر. يعني الانتفاضه هتكون عامله زي تدفق مثلا لمياه وما عندكش حاجه تاخد فيها الميه، دماء هتسيل وفي الاخر خالص. هل انت مستعد سياسيا علشان تضغط عشان تستفيد منها؟ كان حضرتك بتقول انه ما دام في انقسام فلسطيني يبقى دماء هتسيل على الفاضي. يعني انا عايز النهارده يكون هذا الكفاح واستشهاد فلسطينيين له قيمة فعلية تستفيد منه القيادة في تحقيق أهداف معينة. يعني حضرتك بتقول أنه المصالحة الوطنية الفلسطينية أنا أمانة دكتور معتز أراها مقدمة على كل شيء. هل المصالحة الفلسطينية أسهل ولا التفاوض مع إسرائيل أسهل؟
نجاوب على السؤال ده ونعرف نوصل لنتيجه معينه. والله العظيم الاثنين اقف من بعض. لا يعني انه حماس برضه مش سهله. اذا كان طيب اذا كان انت سيادتك بتتكلم على اخذ الاعداديه قبل الثانويه السنيه قبل الاعداديه يبقى كلام غير سليم. صحيح. يعني انا اتصور ان لا يوجد اي نوع من انواع المجهود يؤدي الى مصالحه فلسطينيه. بس عارف حضرتك معالي السفير ما هو برضه حماس بتيجي تكون عامله عارفك في الغرب يقول لك فكره الباد كاب والجود كاب الشرط السيء والشرط الشرير فده يجي الشرط الشرير يضرب الراجل الشاهد فيجي التاني ياخد منه المعلومات فهل احنا ممكن نوزع الادوار ما بين الاثنين ولا لابد حتما انه يندمجوا فيكون في صوت واحد؟ لا هو يعني النهارده فين المحاوله اي محاوله للاندماج او اي محاوله لنص صوت او اي محاوله لتوزيع ادوار لانه هو اصلا في صدام فعلا هو مش طب اين 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 المجهود في هذا؟ نعم. انا لا ارى مجهود في توزيع ادوار لان يعني في سكون. نعم. في سكون يعني انت زي ما سيادتك بديت بالكلام الغريب ان اسرائيل بتحرك الموضوع وهي تعلم ان الفلسطينيين نائمون. صحيح. في سكون كامل. يعني مش عهدي بالاسرائيليين عارف حضرتك في مقوله نابليون بونابرت يقول لك حينما تجد عدوك يرتكب اخطاء فلا تقاطعه. نعم. سيب هو عمال هم بيدمروا بعضهم سيب عمالين هو النهارده انا شخصيا مش قادر افهم الا ان اسرائيل بتستخدم يعني اجواء عربيه علشان تفرض ارادتها على المسجد الاقصى نفسه وتعلم ان الدول المناصره للقضيه الفلسطينيه تكون مشغوله انشغال شديد فبالتالي يعني لن تعطي القضيه الفلسطينيه الجهد الكافي والانتباه الكافي لحمايه القضيه الفلسطينيه هو ده السبب الوحيد ده ما عنديش ابدا ان النهارده قبل الخمس ايام من قبل اسبوع قبل اسبوعين اين الفلسطينيون؟ ما كناش اصلا بنفتكرهم ولا بتصدروا اي صحيفه فين ولا نشره اخبار الموجود الموجود للضغط على اسرائيل، طيب فين المجهود المبذول للمصالحه؟ لا هنا في مجهود ولا هنا في مجهود انا امانه يعني حاجه وذلك بديت اتكلم مع سيادتك بان موقف محزن يعني في موقف حزين ما يجبش ابدا يكون مش هجيب. لابد ان يحدث تحرك الحركه حياه والحياه حركه والحياه طب خليني انا يعني ما اعرفش يعني من حقي اقول ده ولا لا بس اسال حضرتك هو ليه محمود عباس لسه في منصبه؟ يعني انا مش شايف ان هو عمل اي انجاز حقيقي باستثناء ان هو يعني دجن عمل تدجين لكل الحركات تقريبا باستثناء حماس. ما هو المساله مساله ان هم مع انفسهم مش عارفين يتحركوا ولا يتحركوا لا في اختيار مسؤولين يعني في وزير خارجيه فلسطيني. ما اعرفش. في. في انا عارف بس في رياض الملكي انا فاهم بس قصدي بيعمل ايه؟ ما ده سؤالي انا ما اقول فيه انما اسما ولا حركه؟ انا عايزه حركه. صحيح. فالنهارده الرئيس محمود عباس يمكن هو يعني وجوده يمنع صراعات اكبر من ما هي موجوده. يعني هو يعني ممكن يتفتتوا اكتر. قد يكون هذا هو الامر لان كان في محاوله في انتخابات وموضوع دحلان سيادتك فاكر وغيره والرجيب والى اخره كل هذا امور يجب تسويتها دكتور معتز يجب ان يكون من خلال سيادتك وخلال برنامجك ضغط على هذا لايجاد نوع من انواع تقسيم الادوار و اتباع نهج اخر غير النهج الحادث حاليا. خليني اشكر حضرتك معالي السفير ابراهيم الشويمي المساعد الاسبق لوزير الخارجيه. اشكرك اشكرك وخليني يعني اختم بحاجه بسيطه. نعم. للشباب المصري مره ثانيه، هذه البلد مش محتاجاكم لا شهداء ولا محتاجاكم ضحايا ولا محتاجاكم ناس ضايعه ولا ناس بتخش تعدم ولا تخش سجن، احنا محتاجينكم تبنوا معانا البلد، احيانا بيكون المطلوب مننا الصمت، انا احيانا ممكن يكون مطلوب مني اقعد ساكت، واحيانا مطلوب مني اخش واشارك واقول رايي وابني واساعد، ارجو الشباب ما تكونوش ضحايانا، كونوا دعم وسند لينا. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله، تصبحوا على خير.